السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا درس جديد من الإيكونومي و أورغانيزاسيون أدمينستراتيف ديز أونتربريز. غادي نشوفوا الشابتر الثاني اللي عندكم فيه les relations humaines dans l'entreprise. Alors, on va commencer l'analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail. On va commencer par la relation entre l'homme et le travail. L'homme, c'est-à-dire le travail. On va voir le regard de Taylor. Yani Taylor, qu'est-ce que le regard de فاش في العلاقة ما بين الإنسان والخدمة. ألوغ قبل ما نبداو غادي نعطيكم واحد الفكرة ولا واحد الجملة اللي غادي نبنيو عليها الشرح ديالنا. ولا غادي نقول لكم كو تايلور تيقول بلي الإنسان بطبعه ولا بلي الخدام لوفغي بالطبع ديالو ما كيحمش الخدمة. إنيم با ترافايي. أشنو تيعجبو ولا شنو اللي تيدفعو أنه يخدم؟ جست انه محتاج للفلوس. كنقولوا بلي الانسان ولا بلي تيقول هو اون فيت تايلور تيقول بلي الانسان تيخدم غير حيت محتاج للفلوس، مي هو بطبعه ما كيحملش يخدم. هذه وجهه النظر ديال تايلور. سي بون، الو غادي نبنيو الشرح ديالنا على هذا الاساس وغادي نشوفوا شنو كتبوا لكم هنايا. الو ليدي الفكره ليدي دو تايلور روبوز فوندامونتالمون سور اون فيزيون موتيفاسيونيل بروتال. L'homme est rétif. Qu'est-ce qu'il y a de rétif? Alors, regardez. Rétif. L'homme, il est rétif. Rétif, il y a un mot. Rétif au travail. Rétif, il y a un mot qui te dit les animaux, qui te dit les animaux, mais qui sont ou qui sont en train de revenir, en fait, qu'ils sont en train de revenir. مثلاً, si tu as un حيوان, qui te dit qu'il est en train de revenir, par contre, يعني ما تزيدش, شنو تيدير, تيوقف ولا تيرجع للور. هذا هو المعنى ديال الغيتيف. الوغ غادي شنو قال لكم؟ قال لكم لوم غيتيف او طرافاي، ستادير الانسان ما تيحملش يخدم وبلاص ما يزيد في الخدمه ديالو ما تيخدمش، تيوقف ولا الغوكول ولا كيرجع للور. اي نيم با سا، ستادير فوالا اي نيم با طرافاي. الي توبليجي دو طرافاي بزز منو، الي توبليجي الي دون لوبليغاسيون بزز منو انه يخدم بور غاني سا في. فوالا بزز منو انه يخدم، علاش؟ حيت محتاج الفلوس. Et satisfaire ainsi ses besoins de survie et de sécurité. Et satisfaire ainsi ses besoins. Voilà, il recherche avant tout un maximum de rétribution pour un minimum de contribution. Voilà, il cherche avant tout voilà, un maximum de rétribution pour un minimum de contribution. Ashna wal ma nadi la di. Chofou, qui qalb. Elle a un maximum. Le maximum, wa l'had l'aqsa. C'est-à-dire le. Alors qu'est-ce qu'elle t'a déjà le maximum de rétribution. Il y a ni barre le maximum de l'khlas. Atati 1 million riche deux. Atati juge riche deux jours. Atati 10 millions riche deux. Pour. Chofou le contrepartie. ديال ديك 10 مليون اللي مثلا باغي يشد بوغ ان مينيموم دو كونتريبيسيون، يعني باغي يخدم شويه وباغي يربح بزاف. الوغ هذه هي وجهه النظر، هذه هي الفكره ديال تايلور. هادشي اللي تيقول تايلور، تيقول لكم بلي الانسان ما تيحملش يخدم وبلاصه ما يخدم تيوقف، وهو تيخدم غير حيت لي دون لوبليغاسيون، غير حيت مبززين عليه انه يخدم وحيت محتاج الفلوس. يعني الا لقى باغ اكزومبل شي وسيله اخرى منين يجيب الفلوس ما غاديش يخدم. سي بون. Alors cette conception conduit logiquement à l'organisation scientifique du travail. Voilà, c'est lui qui nous conduit l'organisation scientifique du travail, l'OST, li katsma OST. Voilà, kanardo le حروف الاولين ديال هادي ديال l'organisation scientifique du travail, l'OST, OST. Quels que soient ses états d'âme, l'homme doit être pris dans un système, dans une mécanique où il n'a pas le choix. Où il n'a pas le choix, il devra effectuer sa tâche à l'intérieur d'une cadence. Cette tâche sera d'ailleurs le plus souvent une opération, un geste parcellaire concourant à réaliser un produit quelconque. Je ne me mets pas. Alors, Taylor a dit que
من بعد ما قالنا بلي الانسان ما تيعجبوش يخدم وهو خدام غير حيت مبززين عليه انه يخدم، قال لكم بلي لوم ولا لوفري باش يخدم شنو خصنا نديرو ليه؟ خصنا نديرو ليه لا بارسيليزاسيون دي طاج. سي كوا بارسيليزاسيون؟ بارسيل عندكم فيها التجزئه ديال لي طاج، يعني كل خدام خصنا نعطيوه اون طاج بريسيز. شاك اوبيراسيون اي ديكوبي اون طاج سامبل. شنو المعنى ديال هادي؟ هادي مكتوبه بالقلم هنايا، بارسيليزاسيون دي طاج. شاك اوبيراسيون اي ديكوبي اون طاج سامبل. الوغ هنا غنعطيكم ان اكزامبل، غنعطيكم واحد المثال باغ اكزامبل ديال ناخذو ماكدو، الناس اللي خدامين فيه الناس اللي خدامين تما. الوغ على حساب الوجهات النظر ديال تايلور كيقول لك مثلا بلي الخدامه اللي خدامين تما ما محتاجينش انهم يفكروا، خصهم غير يطبقوا الخدمه اللي معطيه ليهم. كنلقاو مثلا انوفغيه فاش انوفغيه ولا ان سالاري تما ولا واحد الخدام اللي خدام تما، كتلقاو مثلا بلي الخدمه ديالو شنو هو، شنو هي السربايه اللي كيسربي، شنو تيدير، تيمشي تيهز لو بلاطو، تيهز لا كوموند مثلا، كيهز لو ساندويتش تيحطو في بلاطو، تيهز لي فخيت كيحطو في بلاطو، كيهز المناضه ولا الماء كيحطها في بلاطو. الوغ هنا دابري تايلور تيقول لكم بلي هذاك السيد ما محتاجش انه يخدم، ما محتاجش انه يفكر. يعني شنو كيدير؟ غير كيوصل وكيطبق الخدمه اللي معطيه ليه، سي بون. والخدامه خصنا كل واحد نقسموا ليهم الخدمه ديالهم، كنديروا لا بارسيليزاسيون دي طاج. يعني واحد مثلا كنعطيوه يطيب الفريت، واحد كنعطيوه ياخذ لي كوموند، واحد كنعطيوه يسربي للناس لي كوموند ديالو. فوالا. الوغ لا بارسيليزاسيون دي طاج يعني كل واحد لا طاج كتكون مثلا كبيره، وكل واحد كنعطيوه لا طاج ديالو. واحد كيما قلت لكم واحد كياخذ لا كوموند، واحد كيطيب لي فريت، واحد فوالا. La spécialisation des salariés, la rapidité. La spécialisation des salariés, هنا غادي نعطيكم ان اوتر اكزامبل. غادي ناخذ مثلا ان سناك اللي كيصاوبوا فيه هما لي فريت. مثلا في ان سناك غادي ناخذ المثال ديال واحد دو زوفري، جوج ديال الخدامه. هذاك سناك فيه جوج ديال الخدامه، واحد الخدام فيهم فاش كيصاوب لي فريت ولا فاش كيقشر البطاطا، كيقدر انه يقشر لنا مثلا البطاطا 5 ولا 10 ديال البطاطات في مده دقيقه. باغ كونتر واحد اخر تيقشر لينا دوك 10 د البطاطات، كيقشرهم لينا مثلا في 15 دقيقه. اوكي. الوغ كتلاحظوا مثلا ان الاول سريع والثاني ثقيل. فاش كتكون عندنا لا سبيسياليزاسيون دي سالاري، يعني كل سالاري كتكون عنده اون طاج، كتكون عنده واحد الخدمه ديالو، هنا كتولي يعني لا رابيديتي في الخدمه. علاش؟ حيتاش اهم حاجه في الخدمه هو انها تكون سريعه، يعني كتكون عندنا لا برودكتيفيتي، كتكون عندي الانتاج ولا الانتاجيه كتكون كبيره، سي بون. وعاوتاني قال لكم كو خص تكون لا سيباراسيون دي طاج، يعني كل واحد كتكون عنده لا طاج ديالو بوحدها. الوغ هنا فاش كل واحد كتكون عنده لا طاج ديالو اي نو ريفليشي با، سي بون. غادي نزيدكم واحد الجمله اخرى اللي غادي تقدر تنفعكم حتى هي. غادي قال لكم كو لوفريي ني با لا بور بونسي، يعني دابري تايلور، selon Taylor الخدام l'ouvrier n'est pas là pour penser، même ديوش انه يفكر، ما خصوش يفكر، il ne pense pas، mais pour exécuter. هو غير شنو تيدير؟ تينفذ الاوامر، exécuter des gestes qui sont chronométrés. وركزوا ليا على chronométré، عندكم فيها chronomètre، يعني الخدمه ديالو محسوبه محسوبه بالدقائق ولا محسوبه بالثواني باغ اكزومبل ولا محسوبه بالساعات، سا ديبون الشركه علاش كتعتمد. يعني لي جيست ديالو اللي معطيين لي لي سون كرونومتري. كيما قلت لكم مثلا ما نقدروش ناخذو ان اوفري اللي غادي ياخذ ليا باغ اكزومبل باش يصاوب ليا ولا باش يفصل ليا باغ اكزومبل واحد القميجه يدوز فيها نهار كامل. باغ كونتر يعني داكشي اللي كياخذ كيكون اكثر من داكشي اللي كيربح، حيت لي باترون ديال لي زونتربريز لي كالكول اللي تيداروا مثلا في لو سالير، خص هذاك الخدام اللي غادي يكون خدام ليا داكشي اللي كيدخل ليا يكون اكثر من داكشي اللي كنخلصو انا، سي بون. يعني الخدمه ديالو اللي كيدير خصها تكون كتخلص خدمته وكتجيب لي انا الربح. فوالا. وعندكم هنايا 3 برينسيپ، فوالا عندكم 3 برينسيپ كلي اون تي روتوني بار تايلور. غادي نشوفو لي برينسيپ لي شد تايلور. لابليكاسيون دو لوستي بار لوفري. الوغ لوفري دو ابليكي لي بروسيدور سيانتيفيك دو ترافاي، سون ترافاي تو اوبسيرفي كونترولي اون بيرمانونس. يعني كيما قلت لكم هو ما محتاجش انه يفكر، كي كاين ديما ان سوبوردوني فوق منه، كاين شي واحد فوق منه اللي كيشوف خدمته، الي اوبسيرفي كونترولي اون بيرمانونس، يعني ديما مراقب هو، الي ان سامبل اوفريي.
ergonomie pour perfectionner, organiser les postes du travail, réduire la pénibilité. Voilà, on a qu'un halon, nous avons les dorof le amal, parce qu'il y a tani un maximum de l'khdma. Le chronométrage de la production, voilà, khdem tout, elle est chronométrée, il y a une m'hsouba. مخصوش مثلا ياخذ لي وقت طويل باش يدير لي شي حاجه خصو الخدمه تكون محسوبه ومديوره في يعني في الوقت اللي غادي يعطيوه وعندنا amélioration de la productivité voilà فاش كيطبق هذا الشيء لا productivité كتكون اوتوماتيكمون طالعه سي بون الوغ هذا الشيء اللي قال لكم تايلور اون فا كابيتولي قلنا كو تايلور قال لكم كل انسان ولا بيان لوم il n'aime pas travailler ما كيحملش يخدم وهو تيخدم غير pour gagner sa vie باش يربح حياته وقلنا qu'il cherche un maximum de rétribution pour un minimum de contribution كيقلب على الماكسيموم ديال الكونتربارتي الماكسيموم ديال الفلوس وبان مينيموم ديال الخدمه وقال لكم باللي تايلور قال لكم باللي الخدام ما محتاجش انه يفكر كنعطيه دي طاش وكيبقى خدام يعني كيبقى بحال روبو كيوصل وكيطبق داكشي اللي كيتقال ليه وخدمته يعني مراقبه اي لي كونترولي و عاوتاني لي جيست ديالو ils sont chronométrés يعني الكرونوميتراج ديال لا ديال لا برودكسيون فوالا كوم سا غادي نكونوا شرحنا وجهه النظر ديال فريدريك تايلور شنو قال لكم غادي نكونوا وصلنا حتى لا فان ديال لا فيديو ديالنا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا